بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها نحن نجتمع مرة أخرى بعد مضي عام تقريبا، حيث احتفلنا في عام 2010 بتخريج كوكبة متميزة من أبنائنا وإخوتنا المبتعثين. كان حفل التخرج كما نذكر درت المناشط التي استمتعنا بها جميعا في يوم المبتعث السعودي 2010. نحن الآن ولله الحمد في الخطوات الأخيرة في مسيرة التحضير للاحتفال بخريجينا إن شاء الله لعام 2011-2012. كذلك سيعقد اليوم يوم المبتعث أو ملتقى المبتعث السعودي 2011. سيكون بأمر الله فرصة لكي نلتقي في هذا المنشط العلمي الأكاديمي الذي سيكون فيه عدد من الفقرات المهمة مثل ورش العمل والمحاضرات العلمية والتثقيفية التي سيلقيها عدد متميز إن شاء الله من المبتعثين ومن كذلك المختصين في حقول ثقافية وعلمية أخرى. سيكون هناك كذلك لهذه الدورة جناح خاص بمنجزات المبتعثين. كذلك إن شاء الله سيكون في هذا العام فرصة لنا جميعا أن نقدم ما اصطلح على تسميته بالنادي الافتراضي، تلك الكوكبة من العناصر المتميزة والمشاريع الطموحة لخدمة الأبناء المبتعثين في كندا. الخدمة طبعا تقدم من خلال مواقع إلكترونية، على سبيل المثال للحصر سنحتفل جميعا بنادي نون الإلكتروني، بصحيفة سفراء الإلكترونية، سنحتفل كذلك بما سيسمى إن شاء الله مشروع القادة السعوديون، وسأتحدث عن هذا بالتفصيل بعد قليل، كذلك الإذاعة التي تعنى بالتخصصات وأمور أخرى. طبعا جوهرة هذا الملتقى وهذا المنشط الذي سيستمر لمدة يوم كامل إن شاء الله سيكون حفل التخرج. سنحتفل هذا العام إن شاء الله بتخريج ما يقترب أو يزيد عن 700 مبتعث ومبتعثة، إخوة أفاضل متميزين من أطباء ومن حملة الدكتوراه والماجستير والشهادة الجامعية، من أتموا دورات تدريبية متميزة. وطبعا أتحدث أنا عن طيف واسع من الاختصاصات العلمية والحقول المعرفية. مثل ما نعلم إخوتي الأفاضل أنه من طبعا الابتعاث مشروع طموح وله كثير من الأهداف السامية، ولكن من أهم أهدافه هو تدريب وتجهيز الكوادر الوطنية لفعلا المساهمة في النهوض بالوطن على كافة الصعود إلى أعلى القمم إن شاء الله. من أحد أهم الخطوات التي نبدأ بها هذه المسيرة بعد انتهاء مشوار الابتعاث للأخ أو الأخت الفاضلة عند التخرج هو مشوار البحث عن العمل الذي يستطيع من خلاله فعلا أن يستثمر كافة المهارات التي اكتسبها. من أحد أهم الأفكار النيرة في هذا المجال والتي تميزت فيها عدد كبير من الملحقيات الثقافية هي ما اصطلح على تسميته بيوم المهنة. سنحاول، وهذا عودة إلى ما ذكرت قبل قليل مشروع القادة السعوديون، سنحاول إن شاء الله أن نقدم تصور مختلف قليلا لكيفية تقديم مثل هذا الخيار لإخوتنا وأبنائنا المبتعثين، بحيث نسعى إن شاء الله إلى جعل هذا اليوم يوم المهنة ممتد على مدار العام من خلال الموقع إن شاء الله يتم إنشاؤه، يتيح الفرصة للمبتعث سواء في المراحل الأخيرة من ابتعاثه أو عند التخرج
يتيح له فرصة أن يقدم نفسه لمجتمع التوظيف في المملكة العربية السعودية من خلال تقديم سيرته الذاتية وتلخيص كافة ما يستطيع أن يساهم به في القطاع العام أو في الشركات الخاصة. سنسعى إن شاء الله لجعل هذا واقع يستفيد منه كافة المبتعثين. نلتقي إن شاء الله وأصالة عن النفس ونيابة عن كافة زملائي منسوبي الملحقية، أتقدم لكم بالشكر الجزيل، وأتمنى إن شاء الله أن نلتقي قريبا في سبتمبر القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أخواتي وأخواني الطلبة المبتعثين، أرحب بكم في هذه اللقطات. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن أجعلها أياما مباركة علينا وعليكم. بالبداية أخواني وأبنائي الطلبة المبتعثين، أرجو من الله سبحانه وتعالى أن نلتقي في يوم الملتقى المبتعث السعودي في 10 سبتمبر من هذا العام 2011 لنتشارك في مكونات ذلك الملتقى من إنجازات الطلبة المبتعثين سواء متخرجين أو غيرهم، وكذلك أركان النادي الافتراضي والحفل الذي سيقام بإذن الله في نهاية ذلك اليوم. هذا الحفل سيكون تحت رعاية معالي وزير التعليم العالي الذي سيشرفنا بإذن الله في 10 سبتمبر. بالنهاية أرجو لجميع أبنائي وبنات الطلبة المبتعثين صياما وقياما في هذا الشهر المبارك، وأن يعيدوا علينا وعلى الأمة الإسلامية وهي بكل خير وسلام، وعلى البشرية جمعاء. والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. برنامج قبول، وهو البرنامج الذي أطلق حديثا لمساعدة الطلاب على الحصول على قبولات جامعية. الفكرة من هذا البرنامج هو تأهيل الطالب ليتمكن من التقديم على القبولات الجامعية للمراحل المختلفة بنفسه دون اللجوء إلى المكاتب أو إلى أشخاص آخرين ليقدموا لهم أحيانا بمبالغ مالية ضخمة. العملية ليست بعملية صعبة، يستطيع كل طالب أن يقدم لنفسه، ولكن بعد أن يحصل على بعض المهارات في كتابة CV، كتابة Statement of Purpose وطريقة التقديم على الجامعات أونلاين. هذه المهارات ستقدم إن شاء الله عبر برنامج قبول خلال الملتقى المبتعث السعودي الثالث في مدينة أوتاوا. كما أن برنامج قبول سيتواجد بطاقم يشاركه إدارة العلاقات الأكاديمية من الملحقية الثقافية مشكورة، بطاقم متكامل من الملحقية يساعد الطلاب على اكتساب هذه المهارات وتطبيقها فعليا من خلال ركن قبول في الملتقى. نرجو من الجميع، نرغب في أن نخدم أكبر عدد ممكن من الطلاب، ونراكم إن شاء الله في الملتقى الثالث في الكونفنشن سنتر في العاصمة الكندية أوتاوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنشارك في ملتقى المبتعث السعودي الثالث في أول يوم محنة إلكتروني يقام في العاصمة الكندية أوتاوا. حتشارك إن شاء الله معنا أكثر من 20 شركة عالمية تعرض وظائف خصيصا للمبتعثين كندا، بالإضافة ستجرى بعض المقابلات الشخصية للمبتعثين في نفس المنطقة. نراكم قريبا في 10 سبتمبر في العاصمة الكندية أوتاوا. ضمن فعاليات ملتقى المبتعث السعودي الثالث في مدينة أوتاوا حتكون هناك العديد من ورش العمل والمحاضرات والتي سوف تعقد على مدار اليوم خلال الملتقى. هذه الفعاليات الأكاديمية ستكون بالتعاون مع الجهات الرسمية ذات العلاقة ممثلة بالملحقية الثقافية السعودية في كندا وكذلك بعض الجهات الرسمية الكندية. للإطلاع على جدول الفعاليات ولمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة رابط الملتقى على صفحة الفيسبوك أو موقع الإنترنت isaf.ca. نراكم على خير يوم 10 سبتمبر في مدينة أوتاوا، وتقبلوا خالص تحياتي إخوانكم في اللجنة المنظمة للملتقى. محمد الشريف، ماجستير إدارة أعمال MBA تخصص إدارة التقنية، جامعة سايمون فريزر يونيفرسيتي فانكوفر. أحمد محمد الأنصاري، مبتعث جامعة الملك عبد العزيز لمرحلة الدكتوراه في تخصص علوم البيئة. أحمد رشاد عبد المهم السمح،
طبيب جراح تخصص جراحة القفص الصدري، تخصص نقل رئة وجراحة المناظير. محمد محمد علي ماجستير أمراض معدية، تخصص أحياء، تخصص بكتيريا طبية. أخوكم سعيد حسين الشهراني ماجستير التجارة الإلكترونية من جامعة أوتاوا تخصص جودة. أراكم في أوتاوا في 10 سبتمبر. أحب أن أرحب بكم في حفل تخرجكم إن شاء الله 10 سبتمبر من هذا العام 2011. نراكم إن شاء الله في 10 سبتمبر في العاصمة البلدية أوتاوا. نحب أن نعلن عن أنه سيكون هناك 4 تذاكر ذهاب وإياب إلى المملكة العربية السعودية مقدمة من مكتب عمرو. ستوزع إن شاء الله عن طريق السحوبات في ملتقى المتعة الثالث وحفل التخرج. سيكون هناك عدد 2 آيباد و2 آيفون و4 كروت هدايا مقدمة من محلات فيوتشر شوب في كندا. نراكم إن شاء الله في الملتقى الثالث في مدينة أوتاوا وفي حفل التخرج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على طار الفرح نحكي حكاية حفلنا الليلة، حكاية عن طموح كبير في رؤيتنا تفاصيله.